بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، طلاب الغاليين أهلا بيكم. الامتحانات شغالة طبعا، وأنا عارف إنك اليومين دول بتذاكر فيزياء، ولكن هتدينا كل يوم من وقت الفيزياء ساعة أو ساعة ونص كده. يعني هنبدأ من النهاردة، نراجع من النهاردة الحد لحد يوم الجمعة. هنراجع إن شاء الله رب العالمين، هننزل جزئية كده زي ما هنتفق مع بعض دلوقتي. لو أنت مشيت معايا في المراجعة دي، فحضرتك هتيجي ليلة الامتحان بتاع الإنجليزي وأنت هتكون راجعت تقريبا 90% من المنهج بإتقان إن شاء الله. هنمشي إزاي في المراجعة؟ المراجعة اللي إحنا عاملينها دي عبارة عن أجزاء. تعال نتعرف على الأجزاء كده بتاعة المراجعة دي عشان نعرف. أول حاجة عايزك تعرف إن في كتاب اسمه كتاب الامتحانات المعاصر اللي هو 20 امتحان. 20 امتحان دول نزلوا تقريبا في الأسبوع الأخير قبل ما تاخدوا أجازة الدروس. ال 20 امتحان دول المعاصر منزلهم ومنزل عليهم روابط تحلهم أونلاين. فانا ان شاء الله رب العالمين كل يوم هحل منهم امتحانين، واحنا معانا حد 2 3 4 5 6 6 ايام في 2، يعني كده هنحل 12 امتحان. هات بقى 8 هنحلهم برضو، ممكن نحلهم كلهم ليله الامتحان، مش معضله. فحضرتك هتركز لي كده كل يوم ان شاء الله رب العالمين في امتحانين من بوكله المعاصر هنحلهم من بوكله ال 20 امتحان. طب الكتاب ده مش موجود معاك، المعاصر عامل الامتحانات دي وعامل لها روابط تحلها اونلاين، فانا هحلهم اصلا قدامك اونلاين. لو انت عايز تحل الامتحان هتلاقي الامتحان موجود في الوصف، رابط الامتحان في الوصف، ادخل حل. طيب الحاجه الثانيه، هنحل اسئله موقع لونج مان على الكتابه. طبعا موقع لونج مان ده الموقع المعتمد من الوزاره، موقع تابع الوزاره يعني جهه تاليف الكتاب. فهنحل اسئله الكتابه اللي هم منزلينها عشان تعرف على جو الامتحان كده هيكون ازاي. بخصوص القواعد بقى، كتاب A1 نزل ملف فيه 250 سؤال على القواعد. هنتناول الأسئلة دي كلها ونحلها إن شاء الله رب العالمين، وهنحلهم في فيديو واحد، هيكون طويل شوية ولكن هنحاول نخليه في يوم لوحده بحيث إنك أنت ما تزهقش. وهننزل فيديو شرح سريع للكتابة وللترقيم والإيميل، التلاتة هيكونوا في نفس الفيديو. هنمر عليهم مرورا سريعا وبشكل لطيف وخفيف كده بأسلوب الامتحانات. وهنعمل فيديو لبناء الجملة. إيه بناء الجملة دي؟ أنا عايز تعرف الناون يعني إيه، والفيرب يعني إيه، والأدجكتيف وتعرف يعني ايه فراجمنت، تعرف الكلام ده يعني ايه، يعني ايه صوت، والحاجات دي كلها تعرفها عشان بيجي عليها اسئله الامتحان. الحاجه اللي احنا هنعملها كمان، واحنا هتكون تكرار تقريبا للناس اللي كانوا معانا على المنصه، احنا طبعا حلينا كتاب المعاصر فاينل ريفيجن كامل على المنصه. هنعمل حاجه بقى، هجمع اسئله الرايتنج الموجوده في ال 24 الامتحان الموجودين في المعاصر فاينل ريفيجن. يعني هنعمل ايه؟ هنفتح الامتحان الاولاني ونطلع منه اسئله الرايتنج، الامتحان الثاني واطلع اسئله الرايتنج، هم 24 امتحان. كل امتحان فيه 8 اسئله. طيب هنوزعهم ازاي؟ كل يوم هحل الاسئله بتاعه الرايتنج الموجوده في 5 امتحانات. يعني الفيديو هيكون فيه اسئله 5 امتحانات، وكل امتحان فيه 8 اسئله، يعني حضرتك في كل فيديو هتلاقي 40 سؤال على الرايتنج. وبعدين هنعمل فيه او في مذكره عملتها بالفعل، وهتلاقيها موجوده تحت في الوصف بقى، مذكره قواعد فيها انا مريت على كل القواعد في المنهج بشكل سريع وخفيف، وانا كنت بكتب كانك قاعد قدامي وانا بكلمك. وكتبت المذكرة دي وأنا متعمد أكتبها كتابة، يعني ما عملهاش في فيديوز، لأن في ناس كتير منكم بتزهق من الفيديوهات. فهيكون المذكرة معاك تقرأ منها كل يوم 10 صفحات 20 صفحة. طيب في كلمة مش عارف أقراها بالعربي، في كل حاجة مش فاهمها في القواعد المكتوبة دي، أنا كاتب لك رقم تليفوني في مقدمة المذكرة. ابعت لي على الواتساب سؤالك واستفسارك وهساعدك. طيب يبقى كده بالنسبة للقواعد كده محلولة. الحاجة اللي بعد كده كمان، في كتاب ماي فريند نزل جزئية فاينل ريفيجن. هناخد جزئيه الكتابه من الفاينل ريفيجن دي ونحلها مع بعض. هم تقريبا مش كتير، هم تقريبا 60 سؤال في الفاينل ريفيجن. وبكده لو احنا عملنا كده ليله الامتحان هيكون معانا وقت كافي جدا ان احنا نحل اسئله مكثفه على المنهج كاملا بقى. وطبعا دي مراجعه اولى، المراجعه الثانيه والاساسيه هتكون ليله الامتحان، هتكون يوم ما تطلع من امتحان الفيزياء، وتاني يوم هنكون عايشين اليومين دول مع بعض. المطلوب من حضرتك دلوقتي تعمل ايه؟ هتفتح الوصف، هتلاقي في الوصف رابط امتحانين من كتاب المعاصر، وهتلاقي في الوصف رابط مذكرة القواعد اللي انت هتنزلها عشان تقرأها لوحدك. امتحانين المعاصر دول انت هتلاقيني حلتهم، انا كمان هحلهم لك وانزلهم في فيديوز، وهعمل بلاي ليست خاصة بالفاينل ريفيجن دي، فحضرتك مطالب انك انت تركز فيها. طيب رسالة أخيرة كده قبل ما أبدأ في أرفع الحاجات المطلوبة. الناس اللي امتحنت عربي وكان في مشكلة عندها في العربي، انسى يا عم، اللي عدى خلاص فات. الفرنساوي كان سهل جدا بس انا غلطت، برضو انسى يا سيدي، اللي عدى عدى. عايزك تركز كده وتعرف ان انت قدرك مكتوب لك، وان انت بتعمله ده بس انت بتاخد بالاسباب، محدش يعرف هو رايح فين وجاي منين، فذاكر بس انت كده وتوكل على الله وسيبك من اللي فات. طيب البدايه هتبقى امتى بقى عشان نبدا نرتب كده ونمشي بشكل منظم؟ وهنزل لك جدول برضو. البدايه النهارده ان شاء الله، اللي هو النهارده الحد،
هتلاقي النهارده ان شاء الله في فيديو هي فيديو نازل فيه امتحانين كاملين من كتاب المعاصر و من كتاب ال 20 امتحان طبعا اللي احنا اتفقنا عليه. احنا قلنا في بوكلت 20 امتحان هنحل منهم اثنين النهارده. مذكره القواعد هتلاقيها نزلت برضه، وهتلاقي اسئله خمس امتحانات من كتاب المعاصر المراجعه النهائيه، ده جزئيه النهارده. طب يوم الاثنين ايه عشان اظبط نفسي يا مستر، ويوم الثلاث ويوم الاربع هنزل لك انا جدول كاملا هتلاقيه في الشات بتاع قناه اليوتيوب. كل الحاجات اللي انت هتحلم بيها هتلاقيها موجوده ان شاء الله رب العالمين في الفتره دي. كل يوم ركز كده انك انت بتذاكر فيزياء، وان امتحان الفيزياء داخل علينا، فتركيزك الاول والاخير والكلي على الفيزياء. بس اكيد هتزهق، فلما تزهق حضرتك ادخل دخله كده على الانجليزي، خد لك منه غمسه سريعه عشان تبقى الدنيا خفيفه معاك. وكذا لو احنا عملنا كده واهتمينا بالموضوع ده، هنيجي ليله الامتحان هتكون الدنيا معاك اخر حلاوه، وانت مراجع كل اجزاء المنهج وباقي معاك قشور هنبص عليها سريعا، وتبقى الدنيا زي الفل. اتمنى لكم التوفيق ان شاء الله. حاول تشير الفيديو ده بين زمايلك عشان كل الناس تدخل تستفيد، وحاول تعرف زمايلك بالمراجعه دي علشان هنعمل فيها شغل ان شاء الله هيعجبك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.